انا قالوا لي كلاي حضر في بيسين في دارو. اي وعليه ما يتعدى تو راجل قال كان يحكي في الوحده قال لي يحكي على الزوال. اما صاحبك يسمع هو في البركان اخويا اللي هبط قلت لهم كيفاش لا اله الا الله محمد رسول الله. اليوم اخويا داري بالبيسين البارح مصبح على الرصيف وما نسيتش كي كنت صغير كيف تقين في السيف باراسول في حلق الواد نتخيل روحي في المالديف طولت في الفقر مش عيب اما العيب كان موت فقير الحق نتاعي نفوق نجيب حتى كان منقع البير حتى بعد منام عيني فعلي يبقى يحكي عليا احسن كلمه تعجبني في الانجليزيه امير. باهي انا صاحبي فرق ما بين عبد كلاها بارده وما بين عبد شقاها وتعب عليها صح. تعبت وتو تعمل في بيسين؟ تعبت ونعمل في معناها بيسين تعبت علاش ليه نورمال محلاه اما خير وملك زاد مش الكلام الحمد لله بيسينك باش تعمل بيسين ملك في دار وتعرف تعوم؟ تو نشوف الدار بلاش بيسين اما الملولي كي نعوم تو باش تولي الدار بالبيسين والملولي كي نعوم وديدي كاس البلينغوز شعرات صح محلاه صح مي راه اسمع انا نفرح بالعكس نفرح انا والبيسين وين؟ في بيبي جديد ريت كيف باهي لعلمك بيبي جديد لعلمك للعباد بيبي جديد وباب المناره والمدينه العربي تعرف قداش فيهم من بيسين؟ باش نزيدهم بيسين البومات لا تعرف قداش فيهم من بيسين على القليله؟ فما اكثر من 40 بيسين في باب المناره وباب جديد وفي الحفصيه وفي غيره وفي غيره فما ديار يفتقوا بالبيسينات والحمد لله معناها ما عادش فهمت معناها مش بيسين نتاع واحد خرج بيسين فهمت فما بيسين في الدار فما بيسين قبل فما بيسين قبل لا كانت عندنا الخاصه اللي في باب الجيران الخاصه اللي في باب الجيران عمت فما ديار بيسينات في حومتنا مينيموم فما ستة سبعة ديار بالبيسينة ومنهم دار عبد الفسطح بيسين نفتحوا ببعضنا ولا لا؟ فتحنا بعضنا فتحنا بعض علاش نفتحوا بعضنا بالبيع محلاها معناها باش نزيدوا بيسين في الكلاس ليامات هكا خويا كل واحد نجحوا نزيدوا بيسينات نجحوا بيسين خويا انا خويا هذاك اللي قدرت عليه خويا عندنا الحق نتبحبحوا شبيك علاش الحق نتبحبحوا